ومعاها سؤال خاص بدعاء صلاة الحاجة، وبتقول إن هي عايزة ترجع تكتبه تاني. احنا قلناه تقريبا في الحلقة المسجلة، وكان الحديث عن سيدنا عثمان بن حنيف قال: أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فقد بصره، راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أصبت في بصري فادعوا الله لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نركز النبي عمل ايه معاه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء. وإن شاء الله أنا هقوله وهنسجله برضو لحضراتكم عشان اللي حابب إنه يسجله أو يلتقط صورة ما فيش مشكلة. النبي علمه عشان يظل هذا المفتاح العظيم من مفاتيح الفرج وقضاء الحاجات يكون بين إيدينا. علمه إيه النبي؟ علمه يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى. وأقول الحاجة اللي أنا بدعي عشانها، الشيء اللي أنت عايزه، الشيء اللي بتصلي له قضاء الحاجة، وبعدين تقول: اللهم فشفعه فيا. النبي علم ده للضرير، والضرير عمل ده، والصحابي الراوي بيقول: ما لم يلبث غير بعيد ودخل علينا كأن لم يكن به شيء، شفاه الله مما كان فيه. وعلى قدر اليقين في قلوبنا والعزيمة أثناء الدعاء يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى.